هلا في عنا a cooking workshop happening. عنا تقريبا شي 12 participants جوا وفي أنا فرناندو يلي هي from Sri Lanka وعم تعلمنا كيف نعمل really delicious Sri Lankan food. Yes. Yes, this all in Sri Lankan spices. I'm going to introduce all the my country spices. Yeah. I will give the work for everybody now. They need more? Yes. You check the batata. I think you'll... I am from Sri Lanka. I am 35 years in Lebanon. I am a migrant domestic worker. I come to here like a nanny. I work like a nanny. And suddenly I find taule, you know, taule. I am training from the Kamal 4 years. I give for him all my Sri Lankan food. And he say my food best, and I be a chef now. هذا هو بالضبط كان هدفنا انه يكون انه اول شيء مثل ما شايف في اشخاص من عده جنسيات موجوده وفي حدا من المايجرنت كوميونتي هو عم بيقود الورك شوب هو عم بيعرف هو عم يعمل كل هيدا سو هي شوي انه يعني هيدا اذا بدك شيء ما بتشوفه كثير بلبنان او منه كثير او ما في يعني ما في مساحات كفايه ليقدر يكون في هيدا التواصل وهيدا الاختلاط سو هلا احسن طريقه انه كمان تنعمل عمل هيدا هي عبر الاكل لانه اوكي كلنا بنحب ناكل كلنا وحلو اكثر شيء كمان نتعرف على مطابخ جديده I feel like yes okay each one migrant they have their tenor they have their each one they have know how to do something you know I know how to cook I like to show my things each migrant they should to show what they can do in Lebanon especially you know نحن بالنسبة لنا الكوميونتي هي كل الأشخاص الموجودين بهالكوميونتي مشان هيك بالنسبة لنا إنه كل المايجرنت كوميونتي وركرز لازم يكون عندهم منصة أو بلاتفورم تيفرجوا السكيلز تبعهم مشان هيك نحن مع الجريت أوفن طلعنا بهالانيشيتيف إنه نعطي هيدا الكيتشن لمين ما كان عباله يفرجي من بلده الترديشنز تبع الأكل تبعهم والناس تتعلم من كل الفئات ومن كل المناطق I'm from Germany, and I usually volunteer once or twice a week here. And today I'm here to learn a little bit about the Sri Lankan cuisine. It's really nice to have like this kind of insight. Like usually when you try to learn from different cultures, you go to YouTube or the internet. It's really nice to have a real life experience with someone. أنا هنا كتير استعمل مثل جنجبيل، كاري ليفز، وبهارات. بهارات في كتير أشياء منيحة للصحة. C'est ma dernière année et puis je m'en vais.
هون عم جرب يكون اكسبيرينس اكبر. يعني اول شيء انت عم تطبخ الاكل، ثاني شيء كمان انت عم بتشارك بطبخه، عم تتعلم كيف تطبخه، عم تتعرف على شخص من هيدا البلد هو عم بيشتغل، يعني عم بيعلمك كيف تعمله وعم تقدر تتناقش معه. وبعد كل هيدا في قعده، يعني مثل كنت عم فسر قصه قعده العيد او قعده جمعه العائله، اتس ذا سيم ثينج. يعني بالضبط.